وسهلا بكم في أول حلقة من برنامج اسأل الدكتور. وضيفة الحلقة الدكتورة نيرة صلاح، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. أهلا بحضرتك يا دكتورة. طبعا احنا النهارده عندنا اسئله كتير بتهم الجمهور عن التغذيه وعن النحافه، واول سؤال لينا بقى عن الكوليسترول. بعض المدارس كانت بتقول ان الكوليسترول ناتج عن زياده كميه الاكل او نسبه الاكل اللي احنا بناكله، وده بيتصل بانواع الحرق وهكذا، وفي بعض المدارس الثانيه بتؤكد ان ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم ده ناتج عن الوراثه. يا ريت نسمع راي حضرتك في الموضوع ده. بص يا استاذ محمد، احنا عندنا اتنين مسار. في عندنا المسار الغذائي اللي هو بيكون ليه علاقه بالاكل، تمام، وفي مسار اللي هو الصحي اللي هو بيكون ليه علاقه بالادويه. بمعنى الكوليسترول اصلا 80% من الكوليسترول بيكون جاي من الكبد، تمام، و20% بيكون محمل في الدم. بمعنى انا عندي 20% من الدم بيكون في صوره ثلاث حاجات. في عندنا انواع من الكوليسترول عديده جدا. في عندنا اللي هو اللي بنسميه الكوليسترول الجيد، او اللي هو بنسميه عندنا نقول اللي هو الكويس بمعنى اصح عندنا، تمام، اللي هو الاتش دي ال، اوكي. وفي عندنا كوليسترول تاني اللي هو الضار، اللي هو بنسميه ال دي ال. معنى كلمه ال دي ال اللي هو بنسميه اللي هو دنسي، تمام. اما الاتش دي ال اللي هو بنسميه الهاي دنسي لايبوبروتين. ايه الفرق؟ الهاي دنسي لايبوبروتين او البروتين اللي انا بسميه عالي الكثافه، اوكي، اللي هو ان بيحمل الكوليسترول عندنا او بينقل الكوليسترول عندنا من الكبد للخلايا. بمعنى ان هو عندنا بيتخلص، اوكي، بيتخلص عندنا من الدهون اللي بتبقى موجوده عن طريق الكبد. اما ال دي ال انا بسميه الضار، ليه؟ لانه بيدخل داخل الخلايا. كل ما بيزيد عندنا الكوليسترول طبيعي بيترسب في جدار الشرايين، ولما بيترسب عندنا في جدار الشرايين بيسبب نوع من انواع بنسميه الاثيروسكليروزز اللي هو تصلب الشرايين، طبعا بيسبب امراض المقل. انا عايز اتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا وتهم كل مرضى كوليسترول. في بعض الناس بيقول لك ان الحاجات الطبيعيه او الاعشاب الطبيعيه دي ليها دور قوي، وهو فعلا ليها دور قوي. بمعنى في حاجه عندنا بنسميها بلدوزر الشرايين. يعني ايه بلدوزر الشرايين؟ لو احنا جبنا حزمه من الكرفس وحزمه من البقدونس، تمام، وغليناهم كويس جدا، واخدنا اللي عندنا التصفيه منهم او المصفاه منهم، وضفنا ليهم معلقه من زيت الزيتون، زي معلقتين بالظبط من خل التفاح. بياخدها المريض كل يوم الصبح من مدة 21 يوم لحد 30 يوم، بعد كده يحلل الكوليسترول وهيشوف النتيجة بنفسه. طب احنا بقى عايزين، معلش، الوصفة دي تاني علشان احنا هننزلها دلوقتي على الشاشة. عايزين الوصفة اللي الدكتورة قالتها، لو سمحتوا نركز فيها قوي، معلش نقولها مرة كمان. في حاجة عندنا بنسميها بلدوزر الشرايين. يعني ايه بلدوزر الشرايين؟ انا باخد حزمة من الكرفس وحزمة من البقدونس، بغليهم كويس جدا، وباخد عندنا اللي بيصفى منهم، اوكي، وبحط عندنا معلقة من زيت الزيتون ومعلقتين من خل التفاح. بياخدها البيشن عندنا اللي هو المريض كل يوم لمدة 21 يوم لمدة شهر، 21 يوم لمدة شهر، تمام؟ وبعد كده يحلل الكوليسترول. احنا عندنا دلوقتي أول نقطة وصلنا لها، بلدوزر الشرايين بيتكون من إيه؟ حزمة كرفس. حزمة كرفس. وحزمة بقدونس. بغليهم كويس. المصفى بتاعهم بحط عليه زيت زيتون. معلقة زيت زيتون. ومعلقتين خل التفاح، بياخدهم من 21 لمده شهر. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن دور الميه. بعض اطباء التخسيس بياكدوا على ان الميه ضروريه جدا في خفض نسبه الكوليسترول في الدم، وانها بتساعد في تخفيض الوزن. برضه عايزين نعرف رايك في الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بمعنى الميه مهمه جدا لحاجات، مش بس مرضى كوليسترول، ده كوليسترول والقولون وامراض القلب، كل الامراض. احنا عندنا 49 مرض ممكن يخفوا عن طريق الميه. بمعنى لو المريض اخذ من عندنا كوبايه ميه دافيه على معلقه عسل نحل على نص ليمونه ده صباحا او على الريق، تمام، بيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه عندنا بيجلي الصدر. يعني ايه بيجلي الصدر؟ بيعالج الصدر تماما لو في كحه او في بلغم. تاني حاجة عندنا بتعملها ان هي بتعمل نوع من انواع ان هي بتزود الحرق بتاع الدهون، تمام؟ طيب افرض المريض قال لي انا والله انا عندي نوع من انواع الحساسية وما اقدرش ان انا اخد الليمون، اعمل ايه؟ ممكن اجيب كوباية مية دافية احط عليها نص ليمونة برضو ومعلقة عسل نحل، واضيف لها عندنا اتنين باكت من القرفة او عادين من القرفة او معلقة قرفة، تمام؟ بياخدها المريض برضو كل يوم الصبحية. مهم قوي على فكره الميه بالنسبه للمرضى اللي هم بسميه المينيبوز. يعني ايه المينيبوز؟ اللي هي بعد سن الياس او بعد انقطاع الدوره الشهريه. ليه بقى؟ ده
دايما السيده قبل انقطاع الدوره الشهريه بيكون في هرمون عندنا هرمون الاستروجين تمام بيكون عالي. بعد انقطاع الدورة الشهرية او المينوبوز الطبيعي اللي هو في سن اليأس بيختفي تماما هرمون الاستروجين. ولما يختفي هرمون الاستروجين انا عايزة ابدا اعوضه. ليه عايزة ابدا اعوضه؟ لان طبيعي لما بينقص عندنا هرمون الاستروجين بيبدا الكوليسترول بيعلى فبيترصف في دور الشرايين فطبعا بيسبب امراض القلب. طيب احنا طبعا النهاردة خدنا شوية وصفات وخلطات مهمة جدا، عايزين نتكلم دلوقتي بقى عن اعراض الكوليسترول. يعني انا اعرف منين في اعراض اساسية ممكن احس بيها فحس ان في ارتفاع في نسبة الكوليسترول ولا لا؟ هل في اعراض فعلية بتبان؟ بص هو لما بترتفع نسبة الكوليسترول ما بيكونش فيه اي سامبتومز عندنا، ما بيكونش فيه اي اعراض، بس هيبدأ يظهر طبيعي. وانا لما الكوليسترول بيعلى طبيعي بيرفع ضغط الدم فبيعمل نوع من انواع الهايبرتنشن، وبالتالي طبيعي بيعمل برضه السكري اللي هو الدايبيتس. عايزه اقول لك ان ارتفاع نسبه الكوليسترول بشكل عام بتؤدي للثلاث امراض اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هو الضغط والسكر وامراض القلب، سواء بقى في ضعف في عضله القلب او بيحصل نوع من انواع الهارت فيلير او بيحصل اثيرو سكلروزيس، اي حاجه من الامراض اللي احنا اتكلمنا عنها. في نقطه كمان عايزه اتكلم فيها على فكره نسيناها ومهمه جدا. الميه لو احنا اخذناها على معلقه عسل نحل وقرفه ومعلقه زيت زيتون، معلقه زيت زيتون بعد الغداء مباشره، الناس اللي بيروح عندنا تخمه وحاسين ان احنا مش قادرين وفي عندهم عسر هضم تمام بيخفي امراض القولون تماما وخصوصا القولون العصبي. عايزين برضو الوصفه دي، احنا قلنا ميه وزيت زيتون، كوبايه ميه دافيه مع معلقه عسل نحل تمام، مع نص ليمونه مع معلقة زيت زيتون، بس بقى مش بناخدها على الريق على فكرة، لا بناخدها بعد الغدا. تمام. يعني احنا عندنا الوصفة دي علشان خاطر ما نحسش بالتخمة بعد الأكل، وهتنزل طبعا على الشاشة دلوقتي قدام حضراتكم. مية، معلقة زيت زيتون، نص ليمونة، صح كده؟ معلقة عسل نحل. بعد الغدا. خلاص المية ومعلقة زيت زيتون، نص ليمونة. لازم الميه. طب احنا عايزين نعرف ايه نوع الفحوصات او التحاليل اللي ممكن اي حد شكك انه عنده الكوليسترول مرتفع يعمل ايه، او ايه انواع الفحوصات اللي الدكتور هيطلبها عشان يقدر يقيم الحاله؟ هو احنا عندنا بناخد عينه من الدم تمام، وعينه الدم اللي احنا بناخدها لازم يكون المريض صايم من 12 ل 14 ساعه يوميا. بعد كده باخد عينه الدم وببدا اعمل التحاليل وبعرف ثلاث حاجات، يا اما المريض ده عنده ارتفاع في الاتش دي ال اللي احنا اتكلمنا عنه في اول الحلقه اللي هو الهاي دنسي لايبوبروتين، او عنده ال ال دي ال بيكون عالي، وطبعا دي مصيبه. ال ال دي ال معنى ان هو عالي، معنى كده ان هو معرض لامراض القلب زي ما احنا اتفقنا، او الترايجلسرايد اللي هو تي جي بيكون عنده عالي. الترايجلسرايد طبعا لما بيكون عنده عالي بيكون نسبه الدهون عاليه بشكل عام. عايزه اوضح لك حاجه مهمه قوي. ممكن اشوف بيشن بيكون في عنده سن او بيعاني من السمنه، بس عنده الاتش دي ال عالي، يعني عنده دهون النفحه بتكون عاليه، والال دي ال بيكون منخفض، وطبعا بافضل كتير. وممكن مريض تاني بشوف ان هو رفيع يعني مفيش اي مشكله عنده، بس للاسف بيكون عنده ترايجلسرايد والال دي ال اللي هي الدهون اللي بتصلب في الشرايين بتكون عاليه، وبالتالي كده هو معرض لامراض القلب. احنا عندنا برضو نقطه مهمه جدا بعض الناس بتسال عنها، هو ايه هي او مين هو المريض اللي بقول عليه فعلا انه معرض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟ يعني هل في مريض او في شخص ممكن يكون عرضة فعلية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ولا لا؟ مرضى ارتفاع الضغط تمام اللي هم بنقول عليهم الهايبرتنشن، او مرضى طبعا الدايبيتس اللي هم مرضى السكري طبعا دول بيكونوا معرضين لارتفاع الكوليسترول تمام، المرضى كمان السمنه اللي هم بيكون عندهم سمنه زياده. تعالى نتكلم نمط الحياه بشكل عام. انا لما باجي اقول للبيشن عندي اعمل دايت، لا ما بقولوش اعمل دايت ولا ريجيم، بس بقول في حاجه اسمها لايف ستايل. يعني ايه لايف ستايل؟ نظام حياه. يعني ايه نظام حياه؟ ابدا لو انا اخذت مثلا طبق كبير تمام، ابدا ان انا اقلله تدريجيا، يعني اكل كل العناصر، اكل البروتين، الكربوهيدرات، الفروت، الفاكهه، اكل كل الحاجات دي بس بنسب معينه. واضح؟ طيب احنا كنا بنتكلم في اي نقطه؟ بنتكلم في مين الشخص اللي انا اقول عليه انه مهدد بانه يبقى مصاب بارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم. بنتكلم على نمط الحياه وكمان الانظمه الغذائيه، ان انا امشي على نظام غذائي معين يكون فيه كل العناصر الغذائيه، غير كمان طبعا ممارسه الرياضه اللي هو الاكسرسايز. طبعا المريض لو هو مارس الرياضه بشكل يومي او على الاقل ثلاث مرات في الاسبوع مثلا لمده 30 دقيقه طبيعي مش هيكون معرض للكوليسترول.
طيب احنا دلوقتي عندنا سؤال في منتهى الخطورة والأهمية. أنا دلوقتي لو مصاب بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وما حاولتش إن أنا ألجأ للعلاج أو أهملت في العلاج، إيه المضاعفات الخطيرة اللي ممكن تصيبني؟ وهل ممكن ده يؤدي إلى مضاعفات شديدة تودي بحياة البيشن مثلا ولا لأ؟ طبيعي ان ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بيؤدي لامراض كتير جدا زي امراض الكلية، وبيعمل نوع من انواع اللي هو بنسميه رينال فالير، معنى كلمة رينال فالير اللي هو الفشل الكلوي، وطبعا بيعمل ممكن كمان ليفر سيروزس اللي هو بنسميه تليف الكبد، تمام، وبيعمل نوع من انواع خمول في الغدة الدرقية. دي مشكلة خمول الغدة الدرقية دي مهمة جدا، لان طبعا هي المسؤولة عن تمثيل الايض او العمليات الايض، تمام، التمثيل الغذائي، كمان هي مسؤولة عن عمليات كتيرة جدا في جسمنا. لما بيحصل طبعا خمول فيها نتيجة زيادة الكوليسترول، طبيعي كده ان حركة الجسم كلها عندي بتقف. طيب احنا عايزين دلوقتي النصايح اللي ممكن نوجهها لاي شخص علشان خاطر يتجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ايه النصايح العامة اللي ممكن توجه لاي شخص حتى لو مش مريض علشان خاطر يتجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول عنده؟ طبيعي تغيير نمط الحياة زي ما احنا قلنا، ان انا دايما بكون حريصة جدا ان انا اكل بروتين، تمام، في الاول، بعد كده ان انا باكل فروت الفاكهة، وبعد كده في الاخر خالص بتبقى نسبة الكربوهيدرات. بيجي مريض عندي بيقول لي لا انا نسبة الكربوهيدرات مش هاكل كربوهيدرات خالص، وهاكل بروتين وهاكل فيجيتابل خضروات وهاكل فروت ومش هاكل اي نوع من انواع الكربوهيدرات. طبعا غلط، عمر الجسم ما هيحرق، لازم باكل نسبة من الكربوهيدرات بس بشكل بيكون معين او بنسب بتكون معينة قليلة شوية، تمام. عايزه اتكلم كمان ممارسه الرياضه زي ما احنا قلنا اللي هي الاكسرسايز. طبيعي المريض اللي عنده ارتفاع ضغط الدم لازم يعالج ارتفاع ضغط الدم، لان طبعا بيكون معرض للكوليسترول. مريض الدايبيتس زي ما احنا قلنا السكري، طبعا لازم ياخد حقن الانسولين سواء هو كان تايب 1 او تايب 2، النوع الاول او النوع الثاني. عايزه اقول كمان من الحاجات اللي لازم اشوف كل 6 شهور نسبه الكوليسترول بتكون قد ايه. المفروض عندنا الاتش دي ال بتكون 200 والال دي ال بيكون 150. لو هو زاد عن كده طبيعي بيكون المريض معرض لامراض القلب او الاثيروسكلوزز زي ما احنا قلنا. مريض القلب لازم يكون حريص جدا نسبه الكوليسترول عنده ما تعلاش، لان طبيعي لو هي نسبه الكوليسترول علعت عنده، طبيعي الكوليسترول ده بيتحول من الكبد بيروح على الخلايا، فبيبدا يترصف في جدار شرايين القلب، فبيعمل نوع من انواع تصلب في الشرايين وممكن كمان يعمل جلطات. احنا بقى عندنا سؤال بره الكادر ده. في عندنا في احد المؤتمرات الطبيه اللي كنا بنغطيها احد البيشن سال سؤال، قال هل في علاقه لارتفاع نسبه الاملاح في الدم والسمنه؟ يعني هل انا لو عندي نسبه الاملاح في الدم عاليه ده ياثر عليا في برامج السمنه والنحافه؟ هل ما اقدرش اخسس او ما اقدرش اعمل دايت لو عندي نسبه الاملاح عاليه؟ هو اولا عشان يكون الملح زياده نتيجة ايه؟ ممكن يكون نتيجة كورتيزون او نتيجة الكونتراسبتف اللي هي بنسميها موانع الحمل، سواء هي عبارة عن تابلت او سواء عبارة عن انجكشن، تمام؟ لما بترسب نسبة الملح في الجسم ما بترسبش بس الملح، لا بترسب معاها كمان المية، فبيعمل نوع من انواع طبعا ايه اللي هو بتحس ان المريض بيكون طبعا مليان جدا بس ما بيكونش مليان دهون، بيكون مليان محبوس فيه مية وملح، وطبعا دي سهل جدا ان انا انزله على فكرة عن طريق الانظمة الغذائية. عايز النهارده كمان اتكلم عن حاجه مهمه جدا يا ريت كل متابعينا يشوفوها، النظام الغذائي مرضى الكوليسترول. ازاي مريض الكوليسترول يتبع نظام غذائي مع بلدوزر الشرايين اتكلمنا عنه، بالتالي عشان طبعا يقلل مستوى الكوليسترول وينهيه تماما. انا عندي طبعا 6 ايام، اليوم الاول والثاني والثالث بيجيب عندنا كوبايه بطاطس، تمام، وكوبايه سبانخ، الاثنين بيخلطهم مع بعض، تمام، مع نوع من انواع البروتين سواء بقى فراخ او لحمه او سمك على حسب ما هو عايز. طيب عندنا اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس يعمل ايه؟ ياكل الحاجات اللي هي بنسميها الدهون غير المشبعه اللي هي الانساتوريت. انا عندي في نوعين من انواع الدهون اللي هي ساتوريتد والانساتوريتد اللي هو المشبع وغير المشبع. المشبع طبعا الموجود في الجبنه وموجود في اللبن موجود في صفار البيض، الحاجات دي كلها طبعا بتكون دسمه جدا وبتعلي نسبه الكوليسترول. اما بالنسبه للدهون اللي غير بقى مشبعه، يعني لو انا مثلا اخدت في اليوم حفنه من المكسرات، تمام، طبعا دي بتقلل نسبه الكوليسترول. لو انا اخدت الحاجات الاسماك او التي او بسميه مثلا السردين او التونه، الحاجات دي كلها بتحتوي على اوميجا 3 وبالتالي طبعا بتقلل نسبه الكوليسترول اللي موجوده في الدم. يعني احنا دلوقتي هنغير ان شاء الله المفهوم اللي بيقول ان المكسرات بترفع نسبة الكوليسترول في الدم وان المكسرات ممكن تؤدي الى
سمنه، فالدكتور النهارده بتصرح ان حفنا من المكسرات ده ممكن يؤدي الى انخفاض نسبه الكوليسترول على عكس اللي كنا معتقدين فيه، صح كده دكتوره؟ طيب احنا النهارده عايزين حضرتك تقول لنا في 5 نقط ايه النصايح الغذائيه اللي احنا نتبعها، طبعا ملخص للموضوع بصفه عامه، عايزين ايه النصايح الغذائيه اللي ممكن نتبعها، ايه المشروبات اللي ما ينفعش مريض الكوليسترول يشربها. قبل ما اقول ايه المشروبات اللي هو ينفع يشربها ومشروبات اللي ما ينفعش يشربها، هتكلم عن نقطه. مفيش مريض يجي يقول لي والله ده انا مريض، ده انا عندي كوليسترول. الكوليسترول ده مش مرض. الكوليسترول في الاساس هي عباره عن ماده شمعيه بتكون موجوده على سطح الخلايا، تمام؟ وبالتالي طبعا مهمه جدا لبناء الدهون او لبناء الصحه الموجوده في الجسم، تمام؟ بس عشان نتكلم عن المشروبات اللي هي بتقلل مستوى الكوليسترول، عندك مثلا الجنزبيل او عندك الكركم، كل الحاجات دي بتعالج حاجتين مع بعض، بتقلل مستوى الكوليسترول، ولو المريض عنده نوع من انواع الانفلاماشن الالتهابات طبعا بتقللها، تمام؟ عندي كمان المشروب بتاع الزنجبيل، انا باخد نص معلقه زنجبيل على معلقه قرفه على نص معلقه عندنا من عسل قمح على نص عصره ليمون، بغطيها تمام لمده نص ساعه بشربها طبعا على الريق كل يوم الصبحيه زي ما احنا اتفقنا. المشروبات بقى اللي ما ينفعش ان انا اشربها زي مثلا الميلك شاك، زي الكافي ماكس. يجي المريض يقول لي والله ان انا دكتور مشيت على النظام اللي انت قلته لي بالظبط بس ما نزلتش. ببدا اراجع معاه اليوم بتاعه هو عمل ايه، يقول لي لا ده انا شربت مثلا 3 كوبايات كوفي ميكس. كوفي ميكس بتعمل نوع من انواع تثبيت الميزان، تمام؟ ان هو ما بينزلش، بيثبت عندي على الميزان. غير طبعا كمان عايزين نتكلم على الانظمه الغذائيه اختلافها ايه، يعني طبعا ده موضوع كبير ما ينفعش في الحلقه النهارده، بس كسمري ملخص بالنسبه لنا ان احنا عندنا في رجيم السعرات اللي هو الكالوري، وفي عندنا رجيم اللي هو الكيميكال دايت. رجيم السعرات ان انا بدي للمريض سعرات حراريه في اليوم، يعني مثلا بدي له 1200 مثلا كالوري في اليوم، ببدا اقلل بالتدريج الاسبوعين الاولانيين مثلا 1200 كالوري، الاسبوع الثالث مثلا 900 كالوري، الاسبوع اللي بعده 700 كالوري، بالتالي بلاقي في اخر الشهر بينزل لي مثلا من 12 ل 15 كيلو، وده بيكون معدل طبيعي جدا مفيش اي مشكله. نجيم بقى الكيميكال دايت ان انا بمشي على نوع واحد، يعني انا مثلا مشيت النهارده على بروتين، بكره مشيت على فيجيتابلز خضروات، مشيت بعد كده على فروتس، هنزل في الوزن ممكن انزل 25 30 كيلو، تمام؟ بس مجرد ما اعمل ستوب للكيميكال دايت برجع ازيد من الاول. طبعا الموضوع شيق جدا وكبير ومليان افكار كتير، وفي اسئله عندكم كتير، احنا هننتظر اسئلتكم على رابط الحلقه ان شاء الله، علشان خاطر الحلقه الجايه الدكتوره هتكون معانا وهتجاوب على اسئلتنا مره كمان في اسال الدكتور. كان معكم محمد عنبر، خالص تحياتي للدكتوره نيره صلاح استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه. كان معكم محمد عنبر من جريده اسرار المشاهير البورسعيد، شكرا لكم.